بعت على طول ولا ضرب اي حاجه عشان احنا نتحل ده كله. كان موضوع ايه يا فندم؟ وقف البنت اللي عديتها وراضيه بالنار والبنت اللي بتقولي حامل الراجل كانت بتتركني يحضرها كمان. لا بنت الحقيقه كانت سهله خالص يا ده طلعوني كلهم دول على العربيه عشان محدش يقرب لها تاني من بعد. ما ينفعش تقعدي عليها برجليا وانت بتساعد كل شيء.